طيب عشان هنطلع نشوف فيديوهات نعم للنادي الأهلي في قطاع الناشئين، هجيب لكم أهداف المباريات اللي دخلت النهاردة، لكن من الواضح أن هناك تفوق للنادي الأهلي في هذه المباريات. تفوق كاسح كمان اللي احنا بنتكلم على واحد اتنين تلاته اربعه خمسه، خمس فرق للناشئين بدايه من مواليد 2001 وصولا لغايه مواليد 2007، بنتكلم على انتصارات كامله لقطاع الناشئين في النادي الاهلي سريعا. يعني مواليد 2001 كسبوا 2-1، مواليد 2003 كسبوا 1-0، مواليد 2005 كسبوا 1-0، مواليد 2006 كسبوا 2-1، مواليد 2007 كسبوا 2-1. فبالتالي واضح جدا ان تسلسل النتائج بالشكل ده، واضح ان في يعني طفره في الفريق ده او فرق قطاع الناشئين على حساب الغريم التقليدي نادي الزمالك، وربما حتى في بعض المسابقات نادي الزمالك لا يحتل حتى الوصافه او حتى بينافس على الدوري. واحنا نتمنى طبعا الولاد الصغيرين ومتعودين دايما على لغه الانتصارات في المباريات المهمه، ان ده اكيد اكيد بيثقل من الولاد دول من الشق الشخصي. مهم جدا جدا دي مباراه 2001 يا كريم، دي مباراه 2001 طبعا الفريق عبد الرحمن مانو النهارده لا كسب دي 2-1. كانت من اسبوعين. طيب عموما احنا هنشوف كل هذه المباريات، طبعا هدف جميل جدا تكتيك يعني. عبد الرحمن مانو اللي جاب الجون ده، واحد من اللعيبه الارتكاز الصاعده كويسين جدا في النادي الاهلي.